وطبعا يعني الخط الحاسم والفاصل في محاكمة المسيح أمام مجمع السنهدريم لما كان بيتكلم مع رئيس الكهنة قيافة، سأله سؤال مباشر وجها لوجه: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فالمسيح قال: أنا هو إيجو إيمي، يعني نفس الكلمة اللي بتعبر عن ألوهية المسيح، يعني وافق على هذه الكلمة، يعني أنه هو فعلا المسيح. شو رأيك قسيس شادي؟ أمين، بلا شك هو وافق، وبلهذا السبب السيس نزار هم طلبوا بصلبه، لأنهم اعتبروه جدف، كانوا يعتبروه يجدف، وهذا السبب اللي صلب المسيح. اللي بسأل أي أخ أو أي شخص بتابعنا أنه لماذا صلب المسيح؟ ما هي التهمة التي وجهت ضده؟ التهمة التي وجهت ضده بالنسبة لليهود في وقتها هي التجديف، لأنه هو ادعى الألوهية، هو ادعى أنه هو معادل لله، هو ادعى أنه هو المسيح ابن الله، هو ادعى أنه قبل ما يكون إبراهيم هو كائن، وهو قال عن حاله كلمة أنا هو، إيجو إيمي، اللي هي فقط يقولها الله عن نفسه. فهو تكلم عن نفسه باعتباره الله، باعتباره مرسل من الله، يمثل الله، باعتباره نفسه هو الله. فلهذا طالبوا بصلبه. حتى في المحاكمة الأخيرة هم سألوا: أنت هو المسيح؟ قال لهم: سترون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. فهو أيضا قال عن نفسه: أنا ابن الإنسان. وبعدين فسألوا رئيس الكهنة: أفأنت المسيح ابن العلي ابن المبارك؟ قال له: أنا هو. فهو أكد على حاله أنه هو ابن الله ابن الإنسان، وأنه هو المسيح، ولهذا تم الحكم عليه بالصلب لأنهم اعتبروه جدف.